التخوف الجديد يكمن في ارتفاع مستوى الضغط على السوق الموازي، وبالتالي ارتفاع مستوى المضاربات وارتفاع سعر صرف الدولار على اثر ذلك. هذا بكل بساطة. ولا ننسى ايضا ان اصل العقوبات الامريكية الاخيرة هو يرتبط بجانب سياسي اكثر مما هو جانب فني او اقتصادي. يعني لو كانت المشكلة في البنك المركزي العراقي، يعني ممكن ان نقول ان المشكلة فنية ادارية او ترتبط بالبنك المركزي الذي لم يضبط النظام المصرفي في العراق، ولكن كما يعلم الجميع انه حجم التجارة اليوم العراقية مع ايران يقدر بحدود 16 إلى 17 مليون دولار يوميا، يعني إذا ما استثنينا أيضا صادرات أو حصة الاستيرادات الغازية من إيران، يعني باقي الاستيرادات تقدر بحدود 6 مليار دولار سنويا. وبما أن هناك عقوبات مفروضة على إيران، أكيد هذا يشكل ضغط من قبل التجار على السوق الموازي بحكم عدم قدرتهم على تحويل الأموال عن طريق المنصة الإلكترونية. هذا هو السبب الحقيقي، وبالتالي أكيد اليوم هناك ضغط كبير على السوق الموازي، وبالتالي هذا أكيد سوف يقود إلى ارتفاع أكبر بسبب حالة عدم الثقة كما ذكرت، والمصارف 14. يعني الآن المشكلة لا تنطوي بشكل كبير على مستوى التجارة الخارجية، يعني هذه المسألة ممكن تعويضها، وكما ذكرت أن المصارف 14 لا تشكل سوى 8% من التحويلات المالية، وبالتالي لا يوجد تأثير على مستوى التجارة الخارجية. التأثير يكون بشكل محلي أكبر. يعني اليوم حتى كان هناك هاشتاج موجود في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه المصارف، اسحبوا أموالك. هذا أكيد سوف يعني يدفع باتجاه سحب أموال المودعين من هذه المصارف، وحتى يؤثر ربما على مصارف خاصة أخرى. يعني هذه العقوبات سوف يعني تؤشر حالة من عدم الثقة في المصارف الأهلية بشكل خاص، وبالتالي سوف يكون هناك ضغط كبير على المصارف الحكومية بالمقارنة مع المصارف الخاصة.